Frische Fische, frische Fische, fang frisch aus der Elbe. Lego, Lego, Lego. Hallo, شلونكم؟ طبعا كل تشوفون فيديو بدأ من القطار رايحين مدينة هامبورغ. راح اشوفكم هامبورغ بطريقتي يعني. هذا المكان الوراية وينهم؟ ولا هيك؟ هذا المكان هذا تشوفوه هنا يسوون فحص مال كورونا. أي واحد يريد طبعا حاليا حتى سووا فحوصات مجانية وبكل مكان حتى بكر بس يقللون العدد مال الإصابات. طبعاً أول مرة أشوف غواصة من هالمسافة، يعني مسافة ما بها 10 أمتار أو أقل. هاي غواصة متقاعدة مسويها طبعاً هنا متحف، بس للأسف حالياً مسدود لأن كورونا. طبعا هنا الحلو بالمناطق او المدن الكبيرة تشوف هيجي اشياء. نوع التمثال بس تتقرب عليه يتحرك. كم دا يستعرض. هذا التمثال قام شفتوه؟ بس شوف الخلق والواهس، شوف الصبغ شلون صابغه نفسه ووجهه وملابسه، انه اول يعني واحد اول ما يشوفه يقول هذا صحيح تمثال حقيقي. تمثال حقيقي، لانه تمثال بس طلع لا طلع شخص حقيقي مو تمثال. طبعا شاف انه صبغه يا شغلي لازم تحط له فلوس. قلت له عم تدلل صدق كذب. بوزيشن. فهذا خطيه شغله هيجي. صبغه طق ويا صبغه تنطي فلوس.
كملتها نفس المكان دائم شبي شفت تمثال ثاني بس احلى من الاول بهواية. طبعا انه هاي ما احس انه تبيع سمك بس شوفوا الجمال شوفوا شلون مسويه. هاي بس حماد السولف بس يعني شوفوا وينها بلخنا حسألها أقول تبيعين سمك قصة على السمك ماي شباخة عليك لعنة فيش frische Fische, frische Fische vom frisch aus der Elbe. Lego, Lego, Lego. طبعا مرة جدا لطيفة. أنا قلت لها إنه تبيعين سمك. قالت أنا أبيع لك سمك بس مو هسه نعطيني فلوس أول. يعني قصد إنه بسوي في مثل الاستعراض اللي شفتوه. فكرت فاشن زولية شوف شلون مسوي شلون حلو كأنما زولية عربية. هاي هنا القفالة تعال نشوفكم قفالة حلوة. هذا مثلا شوف هذا القفل قلب حب حياة سعيدة. هاي كلها قفالة. طبعا هنا تقريبا بكل اوروبا وين ما تلقى جسر حاطين بيه قفالة. هاي اولد ما اعرف كل اثنين يحبون واحد يحب الاخ يجون هنا يسوون قفل ويقفلوه على اساس قفلة حياتهم كلها سوية. ماش داخل اخربط. طبعا هذا الحي هنا من ارقى الاحياء اللي بمدينه هامبورغ وجهه سياحيه. يعني كل الناس اللي تجي لهامبورغ لازم تجي لهذا المكان لين تبي هنا المحلات كلها الماركات العالميه. شوفوا هاي شوارع المدينه هيك. اس اين
جاي وايل هامبورغ بس مثل هالوضعية ما شايف فعلا يعني في التغيير كلش كبير بسبب هاي الإجراءات مال كورونا. طبعا هامبورغ مدينة يعني ضخمة وبيها يعني على السكان مالها كلش كبير والناس دائما تكون بالشارع ازدحام وهوسه كلش، بس اليوم ماكو طبعا هدوء، اكو ناس يعني مثل ما شفتوهم بس هاي يعني مقارنه بالايام يعني العاديه قبل ما تصير هذا الوباء كانت المزدحام كلش الى درجه، بس للاسف حاليا مو هيك. هذا القطار هيك يكون اليوم انتهى، هسه راجع منطقتي. الحمد لله اليوم كان حلو، الاجواء حلوه خاصه على البحر مثل ما شفتوها، بس يعني مركز المدينه كان شويه مزعج مثل ما شفتوا انه حي مشددين على مود الكمامه، ما يخلون واحد يقعد ما يخلون واحد ياكل كل شيء ماكو، بس بشكل عام كان اليوم زين وواحد اهم شيء يطلع يغير جو. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وانتظرون الفيديوهات جاية أكثر.